يقول فضيلة الشيخ لقد علمنا أهمية طلب العلم فحرصني على ذلك غير أننا صدمنا بالواقع تعد الحياة بالمتناقضات فما يبنى في سنة تهدمه الوسائل الأخرى في ليلة فتنشأ الناشئة في المجتمعات الإسلامية نشأة متناقضة يقرؤون آية الحجاب في الصباح فيرون ما يناقضها في المساء فما هو الواجب تجاه ذلك؟ هذا هو الابتلاء والامتحان ولا سيما في آخر الزمان في زماننا هذا وفي آخر الزمان وفي غربة من الدين فلا بد من الصبر كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أن زمان الصابرين على دينك قالوا الأرجم وفي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء فرغه مسلم في الصحيح زاد غيره إذا أخبر الغرباء من الغرباء قال لن يصلحون إذا فسد الناس فالأخلاق يصلحون ما أفسد الناس من سنتي في حديث أبي ثعلبة العامل منه 51 فإذا أخبر الله منا أو منه قلبا منكم وأسباب ذلك قلة الأنصار والأعوان وكثرة المهالك والشبه وكثرة طرق الضلالة والدعاة إليها فلهذا الصابر في آخر الزمان على العلم والعمل له 51 من الصحابة مثل 51 لأنهم يجدون أعواما في أول الزمان وفي أول مجيء الإسلام وفي نشاط الإسلام وفي نشاط المسلمين وقوة الإسلام وقوة المسلمين وكثرة الأعوان وانجحار الأعداء أما في آخر الزمان فالعكس كثرة الأعداء وكثرة دعاة الضلالة وقلة الأنصار وقلة المعين على الحق بأكثرة الشبه هذا صراع بين الحق والباطل في آخر الزمان شديد فلا بد من صبر على ما تعلم ثم عرف من تعلم الحق ثم رأى ما يواده حمد الله على بصيره وحمد الله أن جعلهم من عرف هذا الحق ثم يعمل ما يستطيع من إنكار المنكر والدعوة إلى الخير حتى يحقق ما علم وهذا يشمل ما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالفروع